بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النهاردة إن شاء الله معانا رابط التقديم والأوراق المطلوبة للدراسة بأكاديمية السويدي للتعليم الفني. طبعا قبل كده عملنا فيديو واتكلمنا عن أكاديمية السويدي والشروط والإجراءات المطلوبة للالتحاق بأكاديمية السويدي، والنهاردة إن شاء الله بننشر رابط التقديم والأوراق المطلوبة للدراسة وبدء ونهاية الاختبارات للأكاديمية. ومعنا خبر خاص بالسادة المعلمين أن التعليم تعلن خبرا سارا لمسؤولي لجان الثانوية العامة. بدأت مدارس السويدي للتعليم الفني في فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد 2020-2021، والذي يستمر حتى الخميس 16 يوليو المقبل في مجالات الدراسة التي تتيحها الأكاديمية، وهي الإلكترونيات والكهرباء والكيماويات والميكانيكا، لوجستيات الحديد والصلب، صناعات غذائية، تكنولوجيا معلومات. وقد حددت الأكاديمية المستندات المطلوبة لتشمل أول حاجة مفروض الطالب ياخدها في الالتحاق: صورة شخصية للطالب، صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، صورة من شهادة ميلاد الطالب المميكنة يعني اللي هي الإلكتروني، صورة من شهادة إتمام الشهادة الإعدادية، صورة من بيان الدرجات. طبعا كل ده بناخد صور منهم فقط. وأوضحت أكاديمية السويدي أن طريقة التقديم تتطلب أن يقوم الطالب بملء استمارة التقديم ورفع كل المستندات المطلوبة على الرابط التالي. طبعا الرابط اللي قدامنا هننزله أسفل الفيديو مع الوصف، ممكن ننسخه وندخل على الرابط نرفع المستندات. وكانت الأكاديمية قد حددت شروط التقديم كالتالي. طبعا في شروط لابد أن نراعيها عند التقديم: أول شرط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، 2 أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية لهذا العام بمجموع 220 درجة بحد أدنى، يعني أقل حاجة يكون جايب 220 درجة، ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في 1 أكتوبر 2020، اجتياز شروط القبول لكل تخصص. طبعا كل تخصص من التخصصات اللي احنا ذكرناها لها شروط قبول لابد ان الطالب يجتازها عشان ايه؟ عشان يقبل. الخبر الثاني اللي معانا: التعليم تعلن خبرا سارا لمسؤولي لجان الثانوية العامة. قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تشكيل فريق لمراقبة الجودة بلجان امتحانات الثانوية العامة من موظفي التطوير التكنولوجي في الإدارات والمديريات، مهمتهم ضبط جودة لجان السير. هذا ما أعلنه الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التربية والتعليم خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة وبعض قيادات المديريات والإدارات. وأوضح حجازي أن مهمة اللجنة هي مراقبة تنظيم دخول الطلبة ومراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان وتسليم الطلبة أدوات التعقيم والوقاية من فيروس كورونا وكل الإجراءات التي تتم قبل انطلاق الامتحان في 10 صباحا. وأعلن الدكتور رضا حجازي خبرا سارا للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة هذا العام قائلا: اللجنة التي ستنجح في ضبط اللجان حتى انتهاء الامتحانات سيتم صرف حافز زيادة 25% لكل العاملين بها، مشددا على أنه سيكون هناك تقييم مستمر لرؤساء لجان الثانوية العامة. وفي خبر معانا بيقول ان رئيس امتحانات الثانويه العامه اللي هو الدكتور رضا حجازي تسليم الطلاب ادوات الوقايه من خلال كشوف معتمده. اكد الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانويه العامه ان الوزاره ترصد كل ما يتم ويدور داخل لجان امتحانات الثانويه العامه، ومن يخطئ سوف يحاسب. وتابع خلال اجتماعه مع رؤساء لجان امتحانات الثانويه العامه
أن تسليم الطالب لأدواته ومستلزماته الصحية سيتم من خلال توقيع الطالب في كشوف عقب دخولهم لجنة الامتحان قائلاً: يتم تمرير كشف على الطلاب لضمان تسليم الطلاب الكمامات والمطهرات، موضحاً أن حضور اللجنة لأعضائها من 7:30 صباحاً، وسيتم المتابعة من الوزارة والمديريات على ذلك. وحذر رئيس الامتحانات من حدوث أي خطأ قائلاً: والله ما فيش هزار، اللي يغلط يتحاسب، وكل لازم يستلم كمامات على أن يتم متابعة تسليم الكمامات والأدوات من قبل التوجيه المالي. كما حذر من الندب الداخلي على مستوى الإدارة التعليمية لأنه مخالف للقانون. وأكد رضا حجازي لرؤساء اللجان: أي حالة غش أو تفكر إنها مش هتسمع قائلا الطلبة مهربة الموبايلات ويتصور الأسئلة، ولازم نشتغل صح من الأول. موضحا: سيتم تصوير 4 صور خلال اليوم، صورة للتعقيم والنظافة والطلبة أثناء دخول الطلبة وتسليم الكمامات والأدوات والتعقيم، وصورة لنظافة المقاعد، وسيتم إرسالها إلى غرفة عمليات الوزارة يوميا. آخر خبر معنا: الأعلى للجامعات يجوز للطلاب الاعتذار عن امتحانات هذا الفصل دون رسوب. قرر المجلس الأعلى للجامعات أنه يجوز للطلاب الذين لا يرغبون في أداء الامتحانات لهذا الفصل نظرا للظروف الراهنة التقدم بطلب لمجالس الكليات قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات، ووفقا للمواعيد التي تقررها مجالس الكليات سواء بتقديم الطلب ورقيا أو بأية وسيلة إلكترونية أخرى، يتم من خلالها التأكد من شخصية مقدمه على أن يكون الاعتذار في هذه الحالة عن أداء كافة الامتحانات المقررة للطالب في الفصل الدراسي الثاني. أما بالنسبة للأعذار الطارئة والمرضية المقبولة فيمكن تقديمها في أي وقت وفي كلتا الحالتين. لا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبا، جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات اليوم لمتابعة آخر استعدادات الجامعات لإجراء امتحانات السنوات النهائية بالفصل الدراسي الثاني بالكليات، والذي قرر إجراء امتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019-2020 اعتبارا من 1/7/2020، ويترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.